حالة عدم الاستقرار الجوي ستتسع وتشتد خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم بدأت حالة من عدم الاستقرار الجوي تنشأ في الأجزاء الغربية من المملكة. سرعان ما امتدت هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي لتشمل الأجزاء الداخلية منها، شملت المدينة المنورة أيضا منطقة القصيم، ويتوقع خلال الساعات القادمة أي خلال ليلة الثلاثاء على الأربعاء أن تمتد هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي شرقا باتجاه حفر الباطن أجزاء من الشرقية وأيضا شمال منطقة الرياض. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع، هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات من الأمطار في السواحل الوسطى من البحر الأحمر. سرعان ما امتدت شرقا باتجاه منطقة القصيم، ثم خلال الساعات القادمة يتوقع أن تشمل حفر الباطن. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة اعتبارا من ساعة ظهيرة اليوم الثلاثاء وخلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت بالتشكل خلال ساعات صباح اليوم، سرعان ما امتدت تدريجيا نحو المناطق الداخلية، شملت أجزاء من المدينة المنورة وأيضا منطقة القصيم، لكن اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء تتسع رقعة تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي وتشمل مناطق إضافية، تشمل هذه المرة المنطقة الشرقية، حفر الباطن أجزاء من الحدود الشمالية، شمال منطقة الرياض، قد تشمل حتى العاصمة الرياض، وأيضا منطقة القصيم، جنوب منطقة حائل، بالإضافة إلى عموم المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، على أن تتراجع قليلا خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، لكن يتوقع اعتبارا من يوم الجمعة تحديدا أن تشتد هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة كنتيجة لاقتراب لجبهة هوائية باردة. نستعرض تفاصيلها في هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة أو المسببة لهذا الاشتداد في الحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الجمعة والسبت وحتى يوم الأحد، حيث تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية قادمة من منطقة بلاد الشام عبر شمال الجزيرة العربية تترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة. هذه الجبهة الهوائية الباردة ستكون عبارة عن جبهة هوائية فعالة كون أنها تسحب كميات كبيرة من الرطوبة من الخليج العربي بالإضافة لكميات من الرطوبة أيضا من بحر العرب كنتيجة تمركز لهذا المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية فوق بحر العرب، سيعمل على اندفاع لكميات كبيرة من الرطوبة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع وجود لهذه الجبهة الهوائية الباردة. هذه الجبهة الهوائية الباردة ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة وغيوم ركامية رعدية اعتبارا من يوم الجمعة وتشتد يوم السبت، تشمل عموم المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة بما فيها منطقة الرياض، العاصمة الرياض أيضا، وحتى مدينة الدمام. تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة تدريجيا نحو الجنوب لتشمل منطقة الإحساء وجنوب منطقة الرياض بالإضافة للعديد من دول المطلة على الخليج العربي. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غالبا غائمة مع 14 درجة مئوية المحسوسة 13 رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة أحوال جوية غير مستقرة مستمرة. يوم الأربعاء فرصة زخات من الأمطار 22-14، يوم الخميس تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار 25-12 درجة مئوية. تستقر الأجواء نوعا ما ليلة الخميس على الجمعة وتعود فرص الأمطار من جديد اعتبارا من ليل الجمعة على السبت بسبب بدء عبور لهذه الجبهة الهوائية الباردة واشتداد في الأحوال الجوية غير المستقرة. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم غد نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك 17-7، سكاكا 16-7، وعرعر 13-7 مع أجواء غائمة جزئيا. المنطقة الغربية للمدينة المنورة 22-11، جدة فرصة لزخات من الأمطار 27-20، مكة المكرمة 28-20، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 18-12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 15-8، أبا 18-11، وجازان زخات من الأمطار 30-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام زخات من الأمطار 18-15، حفر الباطن أيضا زخات من الأمطار 15-9، والإحساء زخات من الأمطار 17-13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض زخات من الأمطار 22-14، بريدة 20-12 مع زخات من الأمطار أيضا، وحائل تفرق لبعض الغيوم مع 18-7 درجة مئوية. نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية وإلى اللقاء.